أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه في ظل الظروف الجوية التي تتعرض لها البلاد وانتشار بعض حالات فيروس كورونا، فإنه يجب الأخذ بالأسباب التي أمر بها الدين الحنيف واتباع كل الطرق الوقاية والإرشادات الصحية التي يأتي ضمنها نظافة وتعقيم المساجد بشكل موسع. كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه تم التأكيد على الأئمة وخطباء المساجد كافة بالالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد عن ربع ساعة نظرا لظروف الطارئة. بعد ما بين الصفوف حتى إن شاء الله تعلن وزارة الصحة انتهاء انتشار الفيروس، اللي أي إنسان مصاب بأي نزلات برد إجرائيا أو احتياطيا يمكن أن يصلي في بيته خوفا من أن يكون قد أصيب وهو لا يعلم، وعليه أن يبلغ وزارة الصحة ويتقدم للكشف. وقلنا إذا كان الإنسان عنده داء وهو يعلم أن يمكن أن ينقل فتعمد نقله لإنسان فمات فهو قاتل عمدا، أما إن قال يا أخي ما يجراش حاجة وأهمل فنقل الميكروب لإنسان فمات، ممكن تكون أنت مناعتك قوية مستحمل الميكروب فتنقله لشخص مناعته ضعيفة فما يستحملش، فأنت هنا قاتل خطأ وإسم كبير. ولذلك كل إنسان مصاب عليه إن ما يأذيش الآخرين، وزي ما قلت بلاش في بعض العادات زي المعانقة يمكن أن نتخفف منها، يمكن أن نترك المصافحة هذه الأيام لأن بما إن أحد طرق العدوى، ومن كان مضطرا واحد بقى سلم عليك أو اتحركت بعد ذلك تأخذ بالإجراءات وهو تطهير اليد أولا بأول، ونعنى بقضية النظافة عناية بالغة، وإن شاء الله يرفع الله عنا كل سوء ومكروه إن شاء الله.